احنا نول. تخصيب اليورانيوم، أجهزة الطرد المركزي، القنبلة النووية، مصطلحات سمعناها كثيراً قبل وخلال وبعد توقيع الدول الكبرى للاتفاق النووي مع إيران الذي انسحبت منه الولايات المتحدة لاحقاً. إيران أعلنت خلال الأيام الماضية استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، ثم أكدت أنها قادرة على الوصول إلى نسبة 60%. لكن ماذا يعني ذلك؟ وما هو تخصيب اليورانيوم؟ وماذا تمثل تلك النسب؟ يعتبر اليورانيوم من أكثر العناصر الكيميائية كثافة في العالم، لكنه بحالته الخام عديم النفع، مثل النفط الخام، ولا يصلح استخدامه في توليد الطاقة أو صناعة الأسلحة النووية إلا بعد عملية التخصيب. بعد استخراج اليورانيوم الخام من باطن الأرض يفصل عن المواد الأخرى ويتحول إلى مسحوق يسمى الكعكة الصفراء. يتم تحويل المسحوق إلى غاز ليصبح اليورانيوم مهيئاً للتخصيب. عملية التخصيب معقدة للغاية، لكن دعونا نبسطها لكم قليلاً. اليورانيوم الخام يحتوي على مادتين، اليورانيوم 235 واليورانيوم 238. عملية التخصيب تتطلب أولاً فصل المادتين عن بعضهما، والهدف استخلاص اليورانيوم 235 نقياً مكثفاً، لأنه هو العنصر الذي تنشطر نواته بسهولة، وبالتالي ينتج كمية كبيرة جداً من الطاقة، وهذا ببساطة ما يطلق عليه تخصيب اليورانيوم. إذن كيف تتم عملية فصل اليورانيوم 235 عن اليورانيوم 238؟ ببساطة، جزيئات اليورانيوم 238 أكبر من جزيئات اليورانيوم 235، وهنا يأتي دور أجهزة الطرد أو الضغط المركزي التي تدور بسرعة تفوق سرعة الصوت. نتيجة الدوران السريع تدفع ذرات اليورانيوم 238 وهي الأثقل نحو جدار الأسطوانة، فيما تتجمع ذرات اليورانيوم الأخف وهو اليورانيوم 235 في مركز الأسطوانة، ثم يتم تجميعها مرة تلو الأخرى لرفع تركيزها وتصبح صالحة للاستخدام في إنتاج الطاقة، وبهذا تتم عملية التخصيب. اليورانيوم المخصب نوعان، الأول منخفض التخصيب، وتكون نسبة اليورانيوم 235 فيه تتراوح بين 3 و5%، ويستخدم في الأغراض السلمية كإنتاج الطاقة الكهربائية. أما النوع الثاني فهو اليورانيوم مرتفع التخصيب، وتكون النسبة فيه 20% وأكثر، ويستخدم في مفاعلات الأبحاث. إنتاج قنبلة نووية يتطلب استخدام يورانيوم مخصب بنسبة 90% أو أكثر، وتحتاج صناعة قنبلة نووية واحدة إلى عمل 1500 جهاز طرد مركزي لمدة عام، حيث يتطلب الرأس النووي نحو 20 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب.